وصلنا لل blood vessels and the nerves of the forearm. فهنقسمها إلى arteries هي radial artery والulnar artery وثلاثة nerves median nerve وulnar nerve وradial nerve. هنبتدي بالradial artery. كأي artery أو vein أو nerve أو ضغط في جسم الإنسان، ما ننساش الأربع نقاط الأساسية اللي ضروري إن احنا نتكلم عنهم، وتشمل الـ beginning أو الـ origin، بعديها الـ course and relations، الـ end أو الـ termination، ثم الـ branches. طيب بخصوص الـ radial artery، الـ beginning كان واحد من اتنين terminal branches بيخرجوا من الـ brachial artery عند الـ level of neck of radius. الـ end بتاعته في الـ forearm كان عند الليفل اوف لور اند اوف ريدياس، يبقى بدايته كانت عند نيك اوف ريدياس ونهايته كانت عند لور اند اوف ريدياس. طيب الجزء الثاني اللي هو بخصوص الكورس اند ريليشنز، هناك معلومه ذهبيه بتقول ان هذا الارتري اللي كان اسمه الريديال ارتري، ريديال يعني لاترال، يعني ارتري ماشي على اللاترال سايد اوف ذا فور ارم، طبيعي انه هيمشي running over the muscles attached to the lateral side of the bone of the forearm اللي هي الراديوس، زي ما مترتبين من فوق لتحت كالاتي. ادي الخريطة العظمية للفورارم، كان فيها الهيومرس والراديوس والالنا والبونز اوف هاند. اول عضلة كانت هتقابلني هي البايسبس بريكياي، التندون بتاعها كان عامل انسيرشن في الريديال تيبروسيتي. العضله الثانيه اللي كانت ماسكه في الريدياس كان عضله من عضلات الباك اسمها السوبينيتور. اما العضله اللي كانت ماسكه في الريدياس بعدها اللي هي كانت البورونيتروتيريز، اللي كانت عند مستوى الميدل اوف ذا لاترال سايد اوف ذا شافت عند البورونيتور تيبروسيتي. العضله الرابعه اللي تحتيها على طول اللي هي الريديال هيد اوف ذا فليكسور ديجيتورا سوبرفيشياليز. العضله الخامسه اللي تحت السوبرفيشياليز هي الفليكسور بوليسس لونجس، وما ننساش ان العضله دي كانت متغطيه من فوق منها بعضله اخرى هي الفليكسور كارباريتيلز. العضله السادسه هي البورنيتور كوادريتاس، وتخلص هنا العضلات، يتبقى لي اللور اند اوف ريدياس. هذه الاستراكشرز اللي كانت ماسكه في اللاترال سايد اوف ذا بون اوف ذا فور ارم يعني في الريدياس، هي كانت السجاده الحمراء اللي هيمشي عليها هذا الضيف العزيز الشأن اللي كان اسمه الريديال ارتري. هنا الريديال ارتري بتاعنا هيظهر، ده البريكيال ارتري خلص عند النيك اوف ريدياس، والريديال ارتري مشي فوق السته ماسكولار استراكشرز لحد ما وصل للور اند اوف ريدياس. عند اللور اند اوف ريدياس انتهى وغير اتجاهه من قدام وراح الى الخلف، يبقى سته ماسلز وواحد بون. دي كانت مجموعه الاستراكشرز اللي كان معدي عليها الريديال ارتري. احب اضيف هنا واقول ان الريديال ارتري في عند نهايته كان ماشي مباشرة over the lower end of radius يعني بون، فارتري over بون بتمثل good site for palpation of the radial artery عند هذا المكان، نقدر نحس بيه النبض. في نفس الوقت دي serious بوزيشن، الارتر في عرضة الانجري وعرضة الى انه يحصل له تير او ويؤدي الى هيموريدج، ممكن يؤدي الى ديس في بعض حالات السويسايد الى الانتحار. ده كان بخصوص الكورس والاند اوف ذا ريديال ارتري. البرانشز هنخليها مع الالنر ارتري اللي هنتكلم عنه برضو بنفس الطريقة. الارتري اللي هو بتاعنا اللي هو الريديال ارتري اللي هو الارتري الثاني اللي في الفور ارم، النر يعني قاعد على الميديال سايد اوف ذا فور ارم،
طبيعي انه هيمشي على الميديال سايد بين السوبرفيشال جروب والديب جروب اوف ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم. طيب الخريطه بتاعتنا كان فيها هنرسم الماسلز اللي اتاتش للالنر اللي قاعده على الميديال سايد، فكانت اولهم البراكياليز اللي كانت ماسكه في الالنر تيوبروزيتي، اليها الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي كان معظم الاوريجن بتاعها من الانتيريور سيرفيس والميديال سيرفيس اوف ذا شافت اوف النر. الارتري بتاعنا هيعدي من عليهم، ادي الالنر ارتري اللي هو كان ماشي على الميديال سايد، هيمشي اوفر ذا براكياليز واوفر ذا فليكسور ديجيتورم بروفاندس. دي كانت الديب جروب. السوبرفيشال جروب اوف ماسل اللي هتعدي من فوق منه، هتعدي من فوق منه بالترتيب البرونيتور تيريز، تعدي فوق منه مين كمان هتعدي من فوق؟ فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز. طبيعي السوبرفيشاليز هي اللي فوق البروفاندس، فنجد هذا الارتري محصور بين السوبرفيشاليز من فوق منه وفوق منه هنا بمعنى انتيريور، والبروفاندس اللي تحت منه وتحت منه هنا بمعنى بوستيريور. هذا الارتري ايضا ريليتد للميديال سايد لعضلة الفليكسور كارباي النارز، وبيفصله الالنر نيرف عن العضلة. اذا الالنر نيرف والفليكسور كارباي النارز يقع على الميديال سايد بالنسبة الى هذا الارتري. كده خلصنا البيجينينج ناقص بقى التيرمينيشن او الاند. الارتري هيخلص في الفور ارم ويعبر الى الهند، بس هيعدي يمشي ان فرانت لحاجه مهمه قوي. الحاجه المهمه دي كانت اسمها الفليكسور ريتيناكولم. الفليكسور ريتيناكولم نلاحظ ان معظم عضلات الفرانت اوف فور ارم باستثناء البالمارس لونجاس كانت بتعدي من تحتها، اما بخصوص النيرف والفيزلز الالنر نيرف والالنر ارتري هيعدوا من تحت مين؟ تحت من الفليكسور ريتي ناكولوم في هذا المكان. طيب النقطة الأخيرة بخصوص البرانشز اوف ذا راديال ارتري اند النر ارتري، الخريطة الجغرافية لعظام الفور ارم الريدياس والالنا وبينهم الممبرين اللي اسمه الانتر اوسياس ممبرين. هذا البريكال ارتري اللي انتهى عند مستوى النيك اوف ريدياس وتفرع للفرعين بتوعنا، الريديال على اللاترال سايد والالنر على الميديال سايد. الريديال هيبتدي يدي مجموعه برانشز، اول واحد طالع منه من فوق عائد الى اعلى، عائد يعني ريكورنت. طيب ريكورنت من الريديال فهو ريديال ريكورنت. ريديال ريكورنت الفين ناحيه الالبو حيثما يعمل انستوموزس around the أو in front of the lateral epicondyle of elbow. يعمل أنستوموزس مع مين؟ مع artery جاي من فوق اللي هو الأنتيريور descending branch of profunda brachii. ده كان أول branch. البرانش التاني اللي خارج منه كان في منطقة الكربس. طيب خارج من الكربس من الأمام فهو anterior carpal، ولأنه خارج من الريديال يعني خارج من اللاترال فبيسموه anterior lateral كاربل، يعني رايح للكاربس بس من على اللاترال سايد ومن الفرنت. وفي برانش اخر منه يمشي في البالم فيسموه سوبرفيشال بالمر، هيعمل انستموزس مع ارتري تاني جاي من الالنر هنشوفه بعد شويه. دي كانت مجموعه البرانشز اللي خرجت من الريديال ارتري. تعالوا نشوف الارتري التاني بتاعنا اللي كان اسمه الالنر ارتري اللي قاعد على الميديال سايد. الارتريز اللي خارجه منه اول واحد كان عائد، عائد للالنا، عائد للالنا فهو ريكرنت للالنا بس من قدام فهو انتيريور النر ريكرنت، فهو يرجع ابوردز لاعلى، عائد بس من ناحيه الميديال سايد. هيعمل انستوموزس ان فرنت اوف ذا ميديال ايبيكوندايل اوف هيومرس يعني اراوند ذا البو مع ارتري تاني جاي من الامام. مين اللي جاي من الامام؟ فاكرين احنا كان في سوبيريور انر كولاترال وانفيريور انر كولاترال ارتريز. السوبيريور كان بيعدي من ورا والانفيريور كان بيعطي اتنين برانشز، واحد انتيريور هيعمل انستوموزس مع مين؟ مع الانتيريور انر ريكرنت. طيب اما البوستيريور بتاع من الخلف اللي اسمه البوستيريور انر ريكرنت كان بيعمل انستوموزس مع اتنين، مع السوبيريور انر كولاترال والبوستيريور ديفيجن اوف ذا انفيريور انر كولاترال. الاثنين دول اسمهم النر ريكرنت، يعني عائدين من النر ارتري ناحيه الهيومرس ويشاركوا في الانستوموزس اراوند ذا البو بالكيفيه اللي احنا ذكرناها من شويه. طيب في ارتري تاني جاي من تحت،
في منطقة الكربس، فبيسموه anterior medial carpal. anterior لأنه ماشي في الفرونت اوف ذا كربس، كربس ميديال لأنه جاي من الألنر. زي ما احنا قلنا احنا ممكن نشيل كلمة ألنر ونحط ميديال، ونشيل كلمة ريديال ونحط لاترال. وكربل لأنه في منطقة الكربس بيعمل انستموزس مع النظير بتاعه من على اللاترال سايد، يعمل انستموزس اراوند ذا كربس أو اراوند ذا ريست. طيب في كمان اخر برانج اسمه سوبرفيشال بالمر، بيعمل انستموزس مع المماثل لوب اللي كان خارج من الريديال ارتري، ويكون انستموزس اسمه او يكون ارش بيسموه سوبرفيشال بالمر ارش. طيب لسه في ارتري تاني كبير مهم اسمه كومن انتر اوسياس ارتري، هيطلع من الالنر ارتري فوق مستوى الانتر اوسياس ممبرين، وعند الابر بوردر اوف ذا انتر اوسياس ممبرين هيتفرع لفرعين اتنين. الفرع الاولاني اسمه انتيريور انتر اوسياس، هيمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا انتر اوسياس ممبرين، ثم يخترق عند مستوى الابر بوردر اوف برونيتور كوادريتس ويرجع الى الخلف. هيرجع الى الخلف يمشي في الباك اوف ذا فور ارم، ويعمل كورس مشهور هنحكي عليه مع الباك اوف فور ارم. التاني بيسموه بوستيريور النر بوستيريور انتر اوسياس، هيمشي بيهايند ذا انتر اوسياس ممبرين. واخيرا انتر اوسياس ريكرنت، ده هيمشي على الباك اوف لاترال سايد، باك اوف لاترال سايد اوف ذا البو، ويشارك في الانستموزس اراوند ذا البو باتحاده مع البوستيريور ديسيندنج برانش اوف بروفاندا بريكياي. هذه هي كانت البرانشز اوف ذا راديال اند النر الالنر ارتريز اللي كانت بتغذي منطقة الفرونت اوف ذا فور ارم.